ما زالت النيران تشتعل في مدينة جنين وفي مخيم جنين لليوم الثاني على التوالي مع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية. مواجهات هي الأعنف، اشتباكات مسلحة مع مقاتلين وغارات بالطائرات، مراقبة واسعة للمخيم، جرافات نسفت مساحات واسعة وفصلت المخيم عن محيطه، ومع ذلك العديد من المقاتلين تمكنوا من الفرار من المخيم ويخوضون اشتباكات عكسية. الآن دخلوا من مدينة جنين ويحاولون فك الحصار عن زملائهم الموجودين داخل المخيم. عدد كبير من العائلات الفلسطينية أيضا نزح من المخيم، وهناك محاولات لمساعدتهم عبر تقديم المساعدات العينية والطعام لهم من العديد من المؤسسات ومحاولة إيوائهم. ما زالت الاشتباكات إذن متواصلة هنا في الجهة الشرقية من مخيم جنين بين المقاتلين الفلسطينيين وبين القوات الإسرائيلية. المقاتلين يستخدمون تكتيك الهروب وثم التقدم في إطار محاولة تخفيف الضغط عن مخيم جنين. اشتباكات عنيفة جدا، الجيش الإسرائيلي يلاحق هؤلاء الشبان يفرون ثم يعودون. المفاجأة كما قلنا بالنسبة لإسرائيل كانت أنه لا يوجد كتلة عسكرية أو تنظيم عسكري واضح في داخل المخيم. الكثير من المطلوبين بالنسبة لإسرائيل هربوا من داخل المخيم والآن يخوضون اشتباكات من داخل المدينة. حجم العملية ومدة العملية غير معروفة حتى هذه اللحظة، من الممكن أن تتواصل العملية لأيام لأن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشكل عام لا تريد أن تخرج من جنين والمخيم ثم يعود المسلحون رافعين أسلحتهم ويقولوا أننا انتصرنا، وبالتالي ستكون خسارة سياسية كبرى لنتنياهو. من مدينة جنين، عبد الحفيظ جعوان، الحدث، الأراضي الفلسطينية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.